نفسهم اللي المعارضين لحزب تقدم هم لهم قدرة على الاعتراض على كل شيء. إذا تبني جامع يقول ليش بنوا جامع، تبني مستشفى يقول ليش يسوي مستشفى، لو مسوين طريق تسوي طريق يقول عافوا المدرسة. يعني له قدرة على يعني تشويه الحقائق. لو محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم مقدم شخصية من الأنبار لتعرض إلى استهداف خارج حدود الأنبار، أنه هل هذا الموقع هو للسنة لو بس للأنبار وورثوا جماعة بالأنبار، كان انتقدونا بهذه الطريقة. أنا احنا نمثل هذه المحافظات.